مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنناقش فيها اتفاق المبادئ المقدم من المبعوث الأممي في مشاورة الكويت. مشاورة الكويت تدخل حلقة جديدة من فصول مسلسل ما أن تلوح في الأفق بداية الحل فيه حتى تلتهمها التحركات على الأرض وترمي بها بعيدا، بعد أن كانت المحادثات على وشك الانهيار بعد إعلان تحالف الانقلابيين عن تشكيل مجلس سياسي في صنعاء. أعلن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التوصل لاتفاق مبادئ للحل التوافقي كما أسماه. هذا الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة قوبل برفض من الميليشيا كالعادة، لكنها أبقت الباب مواربا مؤكدة على أنها ستتعامل بشكل إيجابي مع مقترحات المبعوث الأممي، وهو ما يعني أنه ما من تقدم محرز سوى تأكيد المجتمع الدولي على مطالب الحكومة، والذي ينظر إليه البعض أنه لا يعدو كونه ترضية للحكومة ليس إلا للبقاء في محادثات لم تحرز أي تقدم طوال أكثر من 3 أشهر، ولتجاوز أثار إعلان الميليشيا الأخير. ما فرص نجاح الحل المقدم من المبعوث الأممي؟ وما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة الشرعية ووفدها في مشاورات الكويت؟ هذه هي التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا هذا المساء، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير ابقوا معنا. وسط تصعيد عسكري تقوده ميليشيا الحوثي وصالح، يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن إنقاذ جهود مساعي السلام التي يقودها. بعد 3 أشهر تقدم ولد الشيخ بمشروع اتفاق أشبه بطوق نجاة أخير يلقي به المجتمع الدولي، ومن خلاله يطمح إلى نزع فتيل الحرب في اليمن، والذي رافقتها حالة التفاؤل لكنها لم تدم طويلا، إذ باغتتها الجماعة الانقلابية بالرفض قائلة إنها ستتعامل بإيجابية بحسب رئيس الوفد المفاوض لها. لكن مصطلح الإيجابية هنا ليس سوى الهروب إلى الأمام ووضع العراقيل في طريق أي مشروع من شأنه أن يفضي إلى إيقاف الاقتتال، بينما يتمسك وفد الميليشيا بعدم تأجيل أي محور ويطالب بالاتفاق حولها كاملة بطريقة أو بأخرى، يؤكد وضع العراقيل أمام أي بوادر للخروج من دائرة العنف التي تسببت بها جماعة الحوثي وصالح. الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة وتسليم الأسلحة كمرحلة أولى هي أبرز ما يحمله مشروع المبعوث الأممي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عسكرية مهمتها الإشراف على تسليم الأسلحة والانسحاب خلال 45 يوما من تأريخ الاتفاق. مجلس صالح والحوثي السياسي المعلن عنه أخيرا في صنعاء كان حاضرا في تصور إسماعيل ولد الشيخ، فقد اعتبره مناقضا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتبرة، وأكد التصور أن شأنه شأن كل اللجان الشعبية والثورية المنحلة، بالإضافة إلى إزالة كل العراقيل من مؤسسات الدولة وعودتها لتقديم الخدمات. يطالب تصور المبعوث الأممي أيضا الالتزام بالمرجعيات 3، كما أنها الحاكمة لهذا الاتفاق الذي لن يجري البت فيه إلا بعد تنفيذ الانسحابات وتسليم السلاح، فلا حديث عن حكومة أو أي تفاصيل أخرى قبله. كما يجري تمديد المشاورات لمدة أسبوع كفرصة أخيرة للوصول إلى هذا الاتفاق، وهو ما رحب به وفد الحكومة بعد أن كان يعتزم مغادرة الكويت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة مع عضو الوفد الحكومي للمحادثات الدكتور معين عبد الملك. مرحبا بك دكتور معين. مرحبا بك دكتور معين. هذا الاتفاق الذي جاءت به الأمم المتحدة، هل هو خارطة الطريق أم مجرد اتفاق مبادئ؟ هو خلاصة 3 أشهر من المشاورات، لم يكن هناك شيء ملموس. نعم. هذا الاتفاق هو قاعدة لاستكمال المسار السياسي والسلمي وسمي باتفاق إنهاء النزاع المسلح في اليمن. نعم. إذن ذلك لم يتح الانقلابيين وضع أي أساس
للمشاورات، وضاق المجتمع الدولي ذرعا بذلك، وجاء هذا الاتفاق ليضع خلاصة لهذه النقاشات. نعم دكتور معين، إذن أنت تقول أنه خلاصة 3 أشهر من المشاورات، أي أنه لم يأتي منفصل عن سياق المشاورات التي جرت بين الوفدين، إذن لماذا يرفضه الحوثيون؟ أعتقد الرفض كان مبالغ به وهستيري بشكل كبير. هناك ترحيب من سفراء الدول ال 18 كانت تراقب وتدرك ما هو المشروع، وأعتقد هذا المشروع كان المفترض أن يوضع على الطاولة منذ وقت مبكر من الجولة الثانية، وفي إطار المحاور الخمسة التي طرحها إسماعيل ولد الشيخ في كلمة البداية للجولة الثانية للمشاورات الكويت. لكن كان لديهم ردود أفعال تصعيدية في لقاءاتهم الجانبية بالمبعوث، ثم الإعلان عن خطوة صنعاء في اللحظات الأخيرة، كل ذلك لعرقلة طرح أي مشروع أو أي ورقة. لكن وضع اتفاق يسمى هذا الاتفاق اتفاق إنهاء النزاع المسلح في اليمن، ويضع الأساس الذي يمكن البناء عليه في العملية السلمية. هل نستطيع القول الآن أن وفد الحوثيين رفضوا الاتفاق وقدموا هذا الرفض بشكل رسمي للجهة المصيغة للاتفاق؟ يبدو ذلك من بياناتهم وتصريحاتهم، والتي جاءت يعني مستغربة، يعني هذه الوثيقة وضعت بتفاصيل واضحة وهي خلاصة كما تحدثنا هذه النقاشات. الآن هم أمام المجتمع الدولي بشكل صادم يتهربون من أي استحقاقات للسلام. وما هو رد المجلس المبعوث الأممي نحو هذا الرفض؟ أعتقد ستبدأ المحاولات خلال الأيام القادمة مع الدول دائمة العضوية والدول 18، لأنه كما أشرت جميع الدول رحبت بهذا الاتفاق، كان لديها أولا ردود أفعال قوية وواضحة عن الخطوة التي تمت من إعلان التحالف ما يسمى بالمجلس السياسي، وضمنت أيضا في الاتفاق لأنه لن يعترف بأي سلطات. ما يطرح هو إطار منطقي، ليس غلب الطرف على طرف، هو الحل المنطقي لإرساء السلام في اليمن، وأن نكمل مسار انتقالي قد يوصلنا بعد عام إلى سلطات منتخبة تنفيذية وتشريعية. لا يوجد أي أساس للاعتراف بأي سلطات انقلابية، هذا هو المسار المنطقي للأحداث في اليمن إذا أردنا الوصول إلى سلام. نعم، ولكن الآن الوفد الحوثيين يقولوا أن ما قدمه المبعوث الأممي ليس إلا مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش، شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة. ألا يشير هذا إلى انعدام الأفق في إيجاد حل؟ وهل يتصور أن يكون هناك حل بناء على ما يريده الطرف الآخر أو بناء على ما يريده صالح أو عبد الملك الحوثي أو غيرهم من الممثلين في الوفد؟ لا يمكن. هناك مسار واضح ومرجعيات العالم يعترف بها، هناك يعني حتى هذا الاتفاق يشكل الحد الأدنى، يعني موافقة الطرف الحكومي جاءت من أجل مصلحة، يعني ليس الموضوع هو صراع بين طرفين، هو لأجل مصلحة البلاد وعودة لمؤسسات الدولة والاتفاق على لجان عسكرية نظامية لحفظ الأمن في المدن. يعني كما طرحت، دول العالم تراقب هذا المسار السياسي. إذن كيف سيتم، يعني هم يريدون اعتراف بسلطاتهم وهذا غير معقول. نعم، إذن دكتور معن، كيف سيتم إجبارهم على السير في هذا المسار الواضح الذي تتحدث عنه؟ لن يتم استكمال المشاورات، لأنه هذا الاتفاق يتبعه اتفاقات تفصيلية ونقاشات ومحاور تتعلق بتفاصيل الانسحاب. لن يتم البناء إلا على هذه اللبنة، لن يتم بناء مسار كما يريدون. فإذا أردنا استكمال، ينبغي تقييم هذه المراحل أو المرحلة الكاملة التي تمت مشاورات لمدة 100 يوم. إذا رفضوا ذلك بشكل واضح أمام المجتمع الدولي سيتضح خلال اليومين القادمين. لكن كما قلت الآن تم تشخيص الوضع ووضع ورقة تحدد المواقف، فأنا أعتبر هذا الاتفاق هو كاشف للنوايا. الطرف الآخر يقول أنا لن أنسحب وأسلم سلاح، يعني العالم خدع بأساليبهم أنهم سيسلمون سلاح وأنهم موافقين على القرارات الدولية. الآن نرى ما هو التصرف بعد أن يعلنوا ذلك صراحة. نعم،
إذن دكتور معين، اكتفيتم كوفد بالتلويح بالمغادرة، لكن ما حدث هو الإعلان عن تمديد أسبوع إضافي. هل تعتقدون أنه يمكن إيجاد حل خلال هذا الأسبوع وهو ما لم يتم خلال أشهر طويلة من المشاورات، خاصة وأنه إلى اليوم لم يتم الدخول في صلب المفاوضات وتجاوز الصفحة الأولى منها؟ قد لا نحتاج إلى أسبوع إضافي. الأشقاء في دولة الكويت ولهم جزيل الشكر قاموا بهذا التمديد محاولة لإعطاء فسحة. ما حدث أن احنا وافقنا، المشروع طرح قبل مغادرتنا. نحن كنا نتحدث عن انتهاء المشاورات يوم السبت مساء، ونتحدث أنه يعني الخطوات التي اتخذت من قبل الانقلابيين قتلت أي مقترحات للتمديد، لكن كان هناك إصرار من المجتمع الدولي، بيانات من كل الدول لإدانة ما حدث، ثم طرح يعني الاتفاق الذي كما قلت يعني تحت نظر المجتمع الدولي لفترة طويلة بعد خلاصة من النقاشات. فإذا نوضع الاتفاق آخر يوم وافقنا عليه رغبة في تأكيد حسن النوايا في المسار السياسي السلمي، فإذا قد لا نحتاج إلى أسبوع. في الأخير إذا الطرف الآخر استمر في مناوراته ولن يصل، قد لا نحتاج إلى هذا الأسبوع. نعم، فهو أمام استحقاق، أما أن يوافق بحيث يبنى على هذا المسار السياسي أم لا. نعم، إذن الآن في ظل رفض الوفد الحوثي لهذا الاتفاق، ما هي فرص نجاحه وما هي الخيارات الأخرى المتاحة أمامكم؟ الكرة الآن في ملعب يعني المبعوث والطرف الآخر. نحن موافقتنا كما قلت في هناك عشرات من الملاحظات والتفاصيل، لكن هذا يمثل الحد الأدنى الذي يضع محور في استعادة الدولة، في احترام التراتبية القانونية في المؤسسات، يضع أساس لبدء عملية سياسية حقيقية تحقق سلام حقيقي في اليمن. أعتقد لدينا ورقة الآن اللي هي هذا الاتفاق، يعني سنرى ما هي الجهود التي ستتبذل مع الطرف الآخر أو كشف نوايا بشكل واضح أمام المجتمع الدولي أنه معرقل. نعم، إذن الدكتور معين عبد الملك عضو الوفد الحكومي للمحادثات في الكويت، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا من عمان الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. مساء الخير دكتور عبد الناصر. مساء الخير سيد عبد الناصر. بعد 3 أشهر من المحادثات جاء هذا الاتفاق، كيف يمكن قراءة هذا التطور من وجهة نظرك؟ أولا لا يمكن أن نسميه اتفاق، حتى الآن ليس إلا ما صدر عن الحكومة اليمنية، ووفقا لها هناك عدد من النقاط التي تقول الحكومة بأنها وافقت عليها، إلا أنه لم يطرح كاتفاق. الطرف الآخر يقول أن ليس هناك من اتفاق، وينفي أن يكون هناك اتفاق قد طرح، ويقول أن ما طرح هو مجرد أفكار. وببساطة يمكن القول بأن الطرف أن ما طرح يبدو أنها ليست إلا مجرد أفكار، لأنها كيف حدث هذا الانقلاب أو هذا التغير من ما كان مطروحا إلى ما طرح لاحقا، لأن ما طرح لاحقا إلى حد كبير هو قريب إلى وجهة نظر الشرعية، وبالتالي من الطبيعي أن يرفضه الحوثيون والرئيس السابق سالح، خاصة وأنهم قد سبقوا هذا الرفض لهذا المشروع بمشروعهم الذي يقوم على تأسيس سلطة سياسية. إذا نحن الآن أمام مشهد ضبابي، ليس هناك من اتفاقية واضحة نقول أنها قد تم طرحها بشكل رسمي من قبل المبعوث الأممي، وليس هناك من توقيع الحكومة الشرعية على هذا الاتفاق على أو رفض من قبل الطرف الآخر، وبالتالي نبني عليها تحليلاتنا. لا نستطيع أن نبني على تحليلاتنا على أمور ليست واضحة. نعم، إذن سيد عبد الناصر، ما الذي يمكن أن يجبر ميليشيا الحوثي وصالح على القبول بهذه الرؤية؟ وهل تقديمها يأتي فقط من باب استمرار الضغوط التي يقوم بها المجتمع الدولي، أم أنها تعني فعلا أن هنالك خيارا آخر سيتم فرضه في حال استمرار التعنت من قبل الانقلابيين وعدم الخروج بحل من هذه المشاورات؟ من الواضح من البداية أنه لن يخرج تخرج مشاورة الكويت بأي نتيجة تذكر ما دامت وجهت النظر على حالها، وليس هناك من قاعدة منذ البداية. الآن لا نعرف بالضبط، نريد توضيح من المبعوث الأممي يوضح لنا إن كان فعلا تبنى هذه المقترحات، لأنه ما صدر حتى الآن ليس إلا من طرف الحكومة. الخيارات لأنه على ضوها لو كان هناك فعلا
وضع المبعوث الأممي هذه المبادرة بالصيغة التي صيغت ورفضها الحوثيون. في هذه الحالة الحل أن يعود المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن كونه الجهة الوحيدة التي لها حق اتخاذ القرارات في هذه الحالة. على مجلس الأمن حينها أن إما يصدر قرار جديد إذا تم الاتفاق بين الدول المهمة والرئيسية داخل مجلس الأمن على قرار جديد، أو إصدار بيان رئاسي أو أي شكل من الأشكال، أو عدم إصدار أي شيء. هذه هي الخطوات الطبيعية في مثل هذه الحالات، على افتراض أن هناك اتفاق تم رفضه من قبل طرف وقبل له أحد الأطراف. نعم سيد عبد الناصر، اسمح لي أن أنقل تساؤلك إلى الصحفي ياسر الحسني وهو الموجود في الكويت والمطلع على ما يجري هناك. أهلا بك سيد ياسر، ولعلك استمعت لحديث سيد عبد الناصر تساءل إن كان هذا الاتفاق تم طرحه بشكل رسمي من المبعوث الأممي وأنه مجرد رؤية للوفد الحكومي. اهلا وسهلا بك. المقترح الاتفاق او مسوده الاتفاق قدمت من المبعوث الاممي وليس من الوفد الحكومي. هذه الرؤيه خلاصه 90 يوم من المشاورات ومن المفاوضات في الكويت. هذه الجوله الثانيه اثمرت رؤيه امميه يعني اكدت ان الامم المتحده يعني ادركت كامن الخلل في الازمه اليمنيه. نحن نعرف جميعا بان ما حصل لمن هنا ان ميليشيا انقلابية انقلبت على السلطة. الرؤية الأممية التي طرحت أمس عالجت قضايا الانقلاب، ثم الحديث عن الموضوع استئناف العمل السياسي وتوسيع الحكومة. يعني النقاط التي ذكرت كانت وفق البنود الخمسة التي طالب بها الوفد الحكومي قبل مجيء إلى الكويت، وهذا يعد انتصار للشعب اليمني وانتصار لوفد الحكومة الشرعية. يعني إذا ركزنا جيدا في النقاط يعني سنلاحظ أن الاتفاق يعني جاء في حدود النقاط الخمسة التي أصر عليها الوفد الحكومي في بداية الجولة، ويعني تأكيده على عودة مؤسسة الدولة كاملة أيضا يعد انتصارا، وكذلك سحب أسلحة الميليشيا الانقلابية وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن. يعني هذه الاتفاقية أكدت للشعب اليمني بأن العالم لا يزال في صف الحكومة الشرعية، لا يزال في صف الشعب اليمني في استعادة دولته. العالم بات على قناعة تامة اليوم بأن ما قامت به الميليشيا الانقلابية من خطوات انفرادية، والعالم كله هنا كان يراقب المشاورات. نعم يعني سيد ياسر، أنت تتحدث عن انتصار لوفد، أنت تتحدث عن انتصار لوفد الحكومة، ولكن ما الذي يجبر وفد الحوثيين للقبول بهذه الرؤية مع أن الأمر لم يتغير على أرض الواقع، لما المعارك في الأرض لم تحسم، لما يتقدم الجيش الوطني حتى يجبر وفد الحوثيين للقبول بهذه الرؤية؟ نحن نتحدث عن مسودة اتفاق قدمت من أكبر مؤسسة دولية في العالم وهي الأمم المتحدة. نعم. هذه الرؤية تتبناها الأمم المتحدة وتدعم من جامعة الدول العربية وتدعم من دول المجلس التعاون الخليجي ودول 18 الدول العظمى. يعني كل هذه المسودة تحظى بدعم دولي. بالتأكيد الانقلابيون لن يستطيعوا الوقوف في وجه هذه المسودة. بالتأكيد الجيش الوطني هو في حالة هدنة، ونحن الآن في مشاورات سياسية، وإذا رفض الانقلابيون الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بالتأكيد ستفعل الحكومة وتحالفات وحلفائها التحالف العربي المسارات الأخرى وهي المسار العسكري. ولكني لا أتوقع بأن الميليشيا الانقلابية تستطيع الصمود في وجه المجتمع الدولي الذي أدرك بأنه لا سبيل لصناعة سلام في اليمن إلا باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. نعم، إذن سيد ياسر ابقى معي واسمح لي بأن أعود إلى سيد عبد الناصر. سيد عبد الناصر، لعلك استمعت لحديث ياسر يتحدث أن هذا اتفاق المبادئ الذي تقدم به ولد الشيخ يعتبر انتصار للوفد الحكومي ولرؤيته، وأنه يمثل استمرار للدعم الدولي للشرعية ورفض الانقلاب، ما هو تعليقك؟ سوء الحظ لم استمع إلا إلى الجزء الأخير مما ذكره الأخ ياسر، ولكن هل قال بأن هذا الاتفاق طرح لهم بشكل رسمي بالصيغة التي تم نشرها في وسائل الإعلام؟ أكد هذا. أوكي. في هذه الحالة كما ذكرت الخيار في حال
رفض الطرف الآخر، وهو طبعا حيرفض الطرف الآخر لأنه رفضوا ما هو أقل من هو هذا. الآن رفض، هو الآن رفض وفد الحوثيين رفض الاتفاق. يعني الخيار الآن أمام المبعوث الأممي هو أن يعيد الأمر إلى مجلس الأمن، لأنه هو الجهة التي تمتلك حق إصدار قرار جديد أو اتخاذ إجراءات. وما الذي سيضيفه القرار الجديد إذا لم يتمكنوا من تطبيق القرار الأول؟ طبعاً الاتفاق الجديد، القرار الجديد، على افتراض أن يصدر قرار جديد، وليس من السهل أن يصدر قرار جديد، لأن القرارات ستصدر إن كان هناك إرادة مجتمعة للقوى الدولية الرئيسية، وتحديداً من يمتلك حق الفيتو إذا اتفقت. وفي الشأن اليمني لا أتوقع أن هناك أي قرار جديد سيصدر، لأن جميع الدول الكبرى ليس لها رغبة بأن تصدر قرارات جديدة في اليمن وأن تتورط أكثر في الشأن اليمني. هي تريد الوصول إلى أي اتفاقية مهما كانت هشة، هي تريد أن تخرج الحرب عن مسارها السابق. هذا واضح منذ أن أجبروا الجميع على الذهاب إلى الكويت تحت ضغط هذه الدول. الهدف واضح أنهم لا يريدوا العودة للحرب بطريقتها السابقة، هم يؤملون بإيجاد تسوية هشة، والاتفاق بهذه الصيغة هو لن يصل حتى إلى مرتبة التسوية الهشة لأنه مرفوض من قبل الطرف الآخر. أنا لا أعرف بالضبط، حتى الآن لم يعلق المبعوث الأممي، ولكن لا أعرف لماذا قدم المبادرة، إن كانت مبادرة قدمت بهذا الشكل. لماذا قدمها؟ لأنها كأنها لو فعلا هو قدمها وهو يدرك بأن الطرف الآخر سيرفضها، يبدو بأنه إما أنه يستعجل إنهاء مهمته في اليمن، لأنه بعد هذا لو حدث أن رفض الطرف الآخر وهذا وانتهت المفاوضات، يبدو أن المبعوث الأممي قد يكون هذه آخر رسالة يريد أن يرسلها، وربما في هذه الحالة إما يقدم استقالته أو يعين الأمين العام مندوبا آخر. سيد عبد الناصر، نعم، خلال مؤتمر صحفي عقده وفد الحوثي في الكويت عبروا عن تفاجؤهم من ما وصفوه التراجع الكبير في طرح الأمم المتحدة، خاصة وأننا قد كنا شهدنا في الأيام السابقة بعض التحركات الدولية التي تنحاز قليلا إلى صف الحوثيين. ما سر هذا التراجع أو نقول التصويب في مسار المواقف الأممية فيما يحدث؟ ليس واضح السبب، لأنه إن كان طرح المبعوث الأممي المبادرة وفق الصيغة التي أعلنت عنها الحكومة، في هذه الحالة فعلا يكون المبعوث الأممي قد تحرك باتجاه ما تطالب به الحكومة، وهو تطبيق أولا قرار مجلس الأمن من حيث الانسحابات، ثم النظر فيما بعد في قضية الموضوع السياسي. وهذا أمر طبعا الحوثيون منذ البداية هم ليسوا ولن يقبلوا فيه، ولن يقبلوا فيه دون أن يكون هناك ضغط عسكري أو أن يجبروا عليه، لأنه من المستحيل تخيل أن يسلموا أسلحتهم هكذا دون ضغط. مجرد قرارات مجلس الأمن لا توجد لها آلية لتنفيذها، آلية فعلية لتنفيذها، لأن الآن الأمم المتحدة كما ذكرت لك والدول الكبرى ليست بصدد أنها تصدر قرار جديد إلا مجرد تأكيدها على قراراتها السابقة. أما قرار جديد بعقوبات جديدة وآليات جديدة، لا أعتقد ذلك، لا يريدوا أن يتورطوا في الشأن اليمني. علينا أيضا أن ننتظر إلى الموقف رسمي من قبل المبعوث الأممي وموقف رسمي من قبل الدول الراعية وتحديدا الدول الكبرى، هل هي مع هذا الاتفاق؟ لأن الفكرة الأصلية التي نعرفها عن هذه الدول بأنها هي مع تسوية سياسية تقوم على مشاركة في السلطة، وهم بهذه الفكرة قريبون إلى ما يطرحه الحوثي، وإن كان هناك اختلاف فقط في التفاصيل. إذن نحن في أمام تحول واضح في موقف المبعوث الأممي. علينا أن ننتظر في الأيام القادمة ما هو موقف الدول الراعية وما هو موقف المبعوث الأممي أيضا بشكل رسمي، حتى على ضوئه نرى إلى أين ستسير الأمور. نعم دكتور عبد الناصر، تراجع الحديث عن تطبيق القرارات الأممية تجاه الأطراف التي شملتها، هل أغرى ذلك الأطراف للعودة لتصدر المشهد من جديد ووضع الإملاءات بهذه الطريقة؟
قرارات مجلس الأمن عادة إن لم يكن هناك قوة دولية كبيرة وتحديدا القوة العظمى كالولايات المتحدة لها مصلحة في تطبيق مثل هذا القرار، دون ذلك تصبح القرارات ليس لها القدرة على أن تطبق بحذافيرها. وحتى القرارات التي صدرت عن الباب السابع في كثير من الدول، نعم، تم التحايل أو نقول تم التغاضي عن نقاط كثيرة فيها، وتم القبول بتطبيقات جزئية مثل هذه القرارات. قرار مجلس الأمن منذ البداية كانت الدول الكبرى لم تكن وراء هذا القرار، كان هذا القرار نتيجة ضغط وجهود دبلوماسية من قبل السعودية ودول الخليج، وبالتالي صدر في ذلك الوقت حين كان الاعتقاد السائد بأن عاصفة الحزم ستحقق نتيجة عسكرية سريعة وباهرة. في هذه منذ ذلك الفترة وحتى الآن بعد أن أصبح الوضع العسكري في حالة جمود، نعم، واستطاع الحوثيون أن يحتفظوا بمناطق رئيسية، كل هذه الأمور جعلت الدول الغربية ترى بأن الحرب لا تصير بالشكل الذي كانوا يعتقدون عليه، وهم في هذه الحالة فضلوا الحل السياسي الذي هو أيضا متعثر ويبدو أنه ليس له أي أفق. شكرا سيد عبد الناصر المودع، الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. نعود الآن مشاهدينا الكرام إلى ضيفنا ياسر الحسني. سيد ياسر، إلى ما يشير موقف الميليشيا الرافض لهذا الاتفاق، وكيف تعامل معه المبعوث الأممي؟ بالتأكيد وفد الميليشيا الانقلابية هو في حالة صدمة غير عادية. هم أتوا إلى الكويت للبحث عن شرعنة الانقلابية، هم أتوا إلى الكويت لتحقيق مكاسب سياسية، لم يأتوا لبحث عملية سلام، لم يأتوا بنية صادقة لتنفيذ القرار الأممي، لم يكونوا يعترفوا بالمرجعيات الأساسية لمشاورة الكويت. فعندما قدمت الرؤية الأممية التي لا تخرج عن أي يعني بند أو مرجع من مرجعيات المشاورات، أصيبوا بصدمة كبيرة وخيبة أمل. أنا أعتقد بأن هذه صحوة متأخرة من الأمم المتحدة. بالتأكيد هذه الرؤية هي في الحد الأدنى، يعني عند الرضا مستوى عند الوفد الحكومي، ليست الرضا عنها بشكل كامل، لكنها بشكل جيد عندما تتحدث عن إلغاء اللجنة الثورية وإلغاء اللجان الشعبية وإلغاء المجلس السياسي، ولا حديث عن موضوع الرئاسة أو الحكومة حتى إنهاء الانقلاب. يعني هذه مبادرة رائعة وجيدة، ويعني لأول مرة الأمم المتحدة تضع مقترح لحل يعالج المشكلة اليمنية من جذرها الأساسي، وهو إنهاء الانقلاب وإنهاء بلشنة الدولة. أعتقد أن المجتمع الدولي اليوم بات يدرك تماما بأن سبب الأزمة في اليمن وسبب المشاكل والإرهاب والفوضى في اليمن هو ملشنة الدولة وتحويل مؤسسة الدولة إلى ميليشيا تتبع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. كل هذه الرؤية التي تضمنت بنود مهمة تؤكد بأن المجتمع الدولي مع يعني استعادة مؤسسات الدولة، ولا سبيل للميليشيا الانقلابية إلا الانصياع لقرارات الشرعية الدولية. بالتأكيد الشرعية الدولية قد ربما هذا المقترح قد يقول للبعض هذا مقترح كيف سينفذ على الأرض. بالتأكيد إذا ما يعني رفضت الميليشيا الانقلابية فستضع نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي، والحكومة الشرعية اليوم هي أعتقد بأن القوات الجيش الوطني على أبواب صنعاء، فيما إذا رفضت الميليشيا الانقلابية الانصياع للشرعية الدولية فسيكون هناك غطاء سياسي دولي لعملية فرض السلام بالقوة واستعادة مؤسسات الدولة. هل يعني هذا أننا سنشهد حسم عسكري، خاصة كما قلت أن الجيش الوطني أعلن جاهزيته للخيار العسكري وانتظار إشارة الصفر من القيادة السياسية؟ هل هذا هو الخيار المتاح الآن أمام الوفد الحكومي؟ من يعني مبكر أن نقول أن هناك حسم عسكري الآن، ولكن فيما إذا يعني انصاعت الميليشيا الانقلابية لقرارات الشرعية الدولية وأفشلت الفرصة الأخيرة من فرص السلام التي أضاعتها، بالتأكيد سيكون المسار العسكري هو الحل الوحيد أمام القوات الشرعية وقوات التحالف العربي التي تساند قوات الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة. الآن هناك فرصة أمام الانقلابيين. هل ما زال لديكم أمل أن تستجيب أصلا الميليشيا؟ أنا لا أعتقد بأنها ستستجيب، ولكن كمية الضغوط الدولية قد ربما تجعلها تستجيب، ولكن قد ربما هي تماطل وتحاول الالتفاف على هذه الاتفاقات وتحاول أن تجد ثغرات أو بنود في التفاصيل، مثلا عن كيفية تسليم الأسلحة، عن كيفية الانسحاب من المدن، عن كيفية توسيع الحكومة الحالية.
ولكن في كل الأحوال الميليشيا الانقلابية الآن في موقف ضعيف، وفدها في حالة من الربكة من الارتباك والصدمة نتيجة المبادرة الأممية التي خلطت الأوراق الانقلابية. كانت الميليشيا الانقلابية تتبجح وتريد أن سيد ياسر في أقل من دقيقة، ما هي ملامح هذا الضغط الذي الدولي الذي تتحدث عنه؟ ملامح الضغط الدولي، هنا من يشرف على المشاورات الكويت سفراء الدول العالم كلهم، سفراء الدول 18، سفراء المجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، الجميع الآن بات يدرك تماما بأن الحكومة الشرعية هي أكثر وفد ملتزم بالقوانين والتعهدات والالتزامات والوفد الحكومي، وأن الطرف الآخر هو من يتملط. الوفد الحكومي عندما وافق على هذه المبادرة جعل الوفد الانقلابي محشور في زاوية وأمام ضغوط يعني كبيرة دولية، يعني كشف نفسه أنه هو من يعرقل كل التعهدات وكل المبادرات التي تقدمها الأمم المتحدة. نعم، إذن صح في ياسر الحسني، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي الدكتور معين عبد الملك عضو الوفد الحكومي للمشاورات في الكويت، والصحفي ياسر الحسني أيضا من الكويت، ومن عمان عبد الناصر المودع باحث ومحلل سياسي. هذه بالأخير تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدر. نلقاكم على خير.